أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر قامت ببناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات اعتمدت على تحديد واضح للاحتياجات والأدوار والمسؤوليات. وخلال جلسة حوارية تحت مسمى إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر، ابتكارات من أجل اقتصاد دائري ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي. خلال هذه الجلسة أكدت وزيرة البيئة أن عملية بناء منظومة إدارة المخلفات ساعدت في بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة وتقديم فرص إشراك للقطاع الخاص، مؤكدة أن الدولة تسعى لتبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية لإبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.